سلام البنات، نتمنى تكونوا كاع لاباس. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو. الوغ اليوم غادي ندوزو النهار كامل مع بعضياتنا، غادي نشوفو شنو كندير في نهاري كامل. اول حاجه كما كتشوفوا كنصاوب بالفراش ديالي هو الاول، حيتاش عندي الميزون ايطاج وكنفضل نخلي كل شيء نقي الفوق ومن بعد نهود لتحت نقضي شغالاتي. المهم الا كنتوا اول مره كتشوفوا هاد لا فيديو وطحتوا في القناه ديالي، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس ودعموني الا عجبكم المحتوى نتاع القناه. وهذا فطوري لهذا الصباح. انا تقريبا فطوري دائما نفس الحاجه، سواء الا كان عندي بغرير ولا مسمن كنديرو في بلاصه الخبز. بالنسبه للبنات اللي متبعيني في انستغرام عارفين اني نفس الفطور دائما كنفطر هكا، جو دورانج اتاي والخبز مع العسل وان فخوي. غنبراسي حجباني هاد لو اي بغون زعيمه، ناخذ شي مرايا. فوالا ايوا سيتو البنات. المهم غادي نحاول ندير بهم شي حاجه، واخا ما راهمش قاسني حبوبه رحبوا بها، ما عرفتش دائما كتقيسني في نفس البلاص. وبالنسبه للاتانت كندير 55 ميت براون قهوي متوسط، ما غامق ما مفتوح. فوالا ابغي غادي نطراسي هنايا، ماريا البنات كاتاستروف كاتاستروف حواجبي كاتاستروف. ابقى غادي نمشطهم باش يبانو شويه طبيعيين، واخا هما صراحه راهمش يبانو فحال فحال، مي ما عندي ما ندير لهم. ملي كتكون لاكوب مال واخا كتبقى تراسيهم مزيان ما كيتتراساوش. ابقي غندير لهم ننقي لتحت بهذا الكونسيلر نتاع جينو، صراحه ماشي شي حاجه توب توب حيتاش في الساعه كينشف مي كيغطي مزيان، غير خص بنادم يزرب عليه باش في الساعه ينشف. اي ابري ناخذ هاد البيوتي بلندر فوالا باش ما كيبقاوش يبانو هادوك الشعيرات. فوالا ابخي غادي نحفر غير شويه الكخو نتاع عينيا، غير واحد شويه ناخد ان بيتي بانسو. جو بخون هاد لاباليت اون فيت سي دي بلوش، مي انا مره ما كنستعملهم بحال دي فافور فيغ، كيجيو زوينين. بما انني غادي نمشي غير لي كارس كورس لي كورس، ما نحتاجش زعما ندير شي حاجه قويه غير باش ما تبانش عيني طايحه وعيانه. البنات غناخد الماسكارون
ندير هذا نتاع ريميل وندرفول زويون بزاف حتى هو ما كيعجبش هذاك لي في باك لي في باكي باردون فوالا جيسبر يكون يبان ليكم انا شفتو العين بالماسكارا والعين بلا ماسكارا لي البنات المرايا موسخه مي غير يديا مع الفندق داك كديرها مالهم تالينا ابخي شنو غندير غناخد مع باز كيكو هادي هاك هاي زويونه بزاف هاد لاباز كنديرها قبل الفون دو طا انا غير شويه سيبو صافي تحت شي حاجه لا ابخي غادي ناخذ لو فون دو تان كيكو حتى هو ندير غير شويه استوار دو دافوار اون بون مين وصافي ابخي لما كانش عندكم لي زامبيرفيكسيون في لابو ديالكم با بوزوان كاع ديرو الفون دو تان ناخذ لو بينسو بالنسبه لهاد لي بانسو كانت خداتهم لي صاحبتي من بري مارك زويونين صراحه صافي غادي نفوت عليهم غادي ندوز انكور واحد البسيكو مع البيوتي بلندر باش يبان داكشي طبيعي فوالا ابخي لونتي سان هذا صراحة هو خداتو لصاحبتي من اسبان كيتباع في ميركادونا زويون بزاف علاش عجبني كيغطي مليح وما كيخليش هذوك الخطوط شي علاش عجبني بزاف زويون من تسمحوا لي عاد كنت ولف مع مرة كندير على وجهي نورمالمون خصني ندير هكا باش ما يام باش زعما نتوما يبان لكم حسن غندير هكا نزيد واحد شويه حيت انا عندي لي سير نتوما الا ما عندكمش ديروا غير شويه ساي سا سوفي انا عندي لي سير نوبلي نغطي هادشي فوالا ابخي غادي ناخذ شي ماسكارا اللي يكون تقريبا خاوي وندير به الصفراني تاع لتحت ما عقلتش فين درتو البارحه هو دائما خصني نطيح شي حاجه ضروري هذا تقريبا خاوي ما فيش غندير به الصفراني تاع لتحت فوالا
اي ابخي رد هاد البانسو بلاصتو ونجبد لو بانسو نتاع البلاش وغادي ندير هذا لا كولور ديالو زوينه بصح الي تري تري بيغمونتي فو فيغ اتونسيون غير شويه حيت الشيء اللي درتي بزاف شتو البنات يلاه درت في الحك وطلعت بيغمونتي بزاف ندير واحد شويه هكا ما تخافش البنات من بعد غادي نستومبي بليكم شات الشي حمر وتخلعوا ابخي كيعجبني ندير شويه فين ما بقاش غير واحد شويه من بعد غادي نهز واحد البانسو كابوكي كومسا اي جي ستومب كيبان ناتشورال من كديري هاد اللعيب فوالا فوالا دابا مبقاش باين معيق ابخي غندير ان بتي روج ا ليفغ هاد لو كريون تاع لوريال مي تالمون استعملته تمسح لي عند راسي فمي هو الاول ما نقدرش نقول لكم لا ريفيرونس او هلا شني في فريون مقصرين عيط رطت فيهم ما عرفش علاش ما بغاوش يمكن اواء البرد البرد بزاف كتحمقني هاد لاكولير قربي سالي هذا بالنسبه اللي غادي يتسائلوا هادو لي مات نتاع سيفورا نيميرو 13 زويون بزاف سالي سالي غادي ندير ان تو بتي بو هايلايت اللي ما عقلتش درت البانسو البانسو نتاع الهايلايت ما عرفتش فين درتو ايلا ها هو غادي ندير نفس لا باليت نتاع ميك اب ريفولوشن هنا هاد اللوين زويو الصراحه الهايلايت ديالها شبوش غيكون يبان لكم ما نظنش منين غنخرج غادي يبان لكم حسن غير باش تكون عندك ان بون مين ابري واحد الرشيشه نتاع الفيكساتور صافي فوالا سالينا غادي نمشي نلبس ونتلقاكم من بعد فوالا البنات لبست عليا جيسبر بون من بعد نقول المشي الا بغى الا بغى يدير لي ان فيديو ما تهزليش بيدك ما ماشي بيدك البنات كيهز لي بيديه الخبز وي فوالا ميرسي ولكن هزيت الاخرين بيد فوالا لو سيترون يانا ليكيد فيسال ما باقيش ولا باقي عادي هاي هو البنات المهم جينا للدار درنا لي كورس دخلناهم دابا غنمشي ندير الغدا ومن بعد عاد ندير لافيسال نتاع تاع البارح نتاع العشاء ونتاع النهار نتاع الصباح وي 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 ما كنغسلش المواعن في الليل مره كنغسلهم الاغلبيه نتاع الوقت ما كنغسلهمش المهم خليكم معايا اتوت
هنا البنات كما كتشوفوا صايي درت الغداء، باقي لي غير ندخله في الفران. درت الدجاج، هاد لاغوسيط كتجي بنينه بزاف وسهله في الساعه كدار. البطاطا والزيتون والدجاج، كتزيدي عليهم القزبر، الثوم، الابزارات اللي يعجبوك، زيت الزيتون والزيت العاديه ومليحه، كتجي يا سلام. بالنسبه لي انا في البزار درت الخرقوم السودانيه وشويه تحميره وصافي. اي فوالا البنات، غسلنا المواعين، ما كانوش بزاف صراحه، واخا كنخلي نتاع العشاء والفطور ما كيتجمعوش بزاف غير شويه حيت حنا غير جوج. ايوا الغداء هو كيطيب. زينه مور الغداء، فوت الماعين غسلتهم في ساعه في ساعه، وفوت لا سيغ بيير يعني جففت، مي ما بغيتش نبين لكم علاش، حيتاش بالنسبه ليا كلشي كيعرف يغسل الماعين، كلشي كي غير نطول عليكم فيديو بلا فايده، كلشي كيعرف يجفف. وانا بصراحه مازال ما كنعرفش نحط الكاميرا نيشان باش ما تبينش شي لقطه اللي ماشي هذيك هي، فضلت ما نبينش اصلا حتى شي حاجه بما ما تعلمت. ودابا غنطوي الكسوه، خصكم تعرفوا انا واحد الانسانه ما كتحملش طويل كسوة، ولكني دابا راني متبعه واحد النظام، الا بقيت ماشيه فيه راه مزيان، غير كنحيدها من الشاره كنطويها باش هكا ما يكثروش عليا ومن بعد نحصل فيهم صافي. من بعد شنو غندير ما عرفتش الصراحه، من بعد شنو غندير، لقيتي ما غنديروش، كاينه غير بوحدي راجلي ما كاينش، هو مشى لمارساي ما غاديش يجي حتى لوقيته نتاع العشاء، ايديكو غنطوي الكسوة انتما معايا حتى من بعد، ويلا درت شي حاجه للكوتي ما نعرف، انا وراسي نشوف واش غندير ولا ما غندير. البنات غادي تموتوا عليا بالضحك، عند بالي صورت لكم منين كنت كنوجد لي كريب ومنين حطيته، ساعه ما كنتش نصور. مهم درت لي كريب وشربت اتاي غير بوحدي كما كتشوفوا، صراحه ما شربت بزاف يلا ما كملتش الكويس. ودابا غنمشي ندير العشاء، صراحه ما عرفتش شنو غندير العشاء، ممكن ندير دي نوغات مع شويه الخضره سيتو. وهنا صافي وجد عشايا، درت شويه الخضره مع دي نوغات صافي. نتمنى تكون الفيديو عجبتكم ودوزتوا معايا وقت مزيان، الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك.